نعم، منذ قليل وقع تصادم قطارين في الضاحية الجنوبية بالعاصمة التونسية تونس. طبعا القطار قادم من سوسة والثاني من منطقة حمام الأنف أو تونس بالأحرى. تصدما القطارين مما أسفر عن إصابة 75 شخصا على الأقل حتى هذه اللحظة، وجاري نقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة في العاصمة التونسية. على الفور وزير النقل التونسي عاين مكان الحادث واطلع على ظروف وحيثيات ما جرى، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتضح ماهية وأسباب هذا الاصطدام ما بين القطارين. أجهزة الدفاع المدني والإنقاذ هرعتا إلى مكان الحادثة يعني إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث عن وقوع ضحايا جراء حادث الاصطدام بين القطارين، حيث وقع الحادث منذ قليل في الضاحية الجنوبية بالعاصمة التونسية. بكل الأحوال نحن سنتابع كل التطورات وعنكسب من موقع الحادث وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل بالتأكيد حال ورودها إلينا.